زيارة السيد وزير الخارجية تأتي لدعم العراق في مواجهة هذه التحديات، وأيضاً في مجال العمل المشترك وتقوية العلاقات الفرنسية العراقية. في محادثاتنا تطرقنا إلى مجموعة من المسائل، سواء العلاقات الاقتصادية الفرنسية العراقية ودور الشركات الفرنسية والعمل لهذه الشركات في العراق، وكذلك تطرقنا إلى العلاقات العسكرية والأمنية، وقدمنا الشكر لفرنسا شعباً وحكومةً وقيادةً لدور فرنسا معنا في محاربة داعش واستمرار محاربة داعش، وأكدنا على أن إرهابي داعش وتنظيمات داعش لا زالت موجودة كتنظيمات وكفكر. إذن العمل المشترك في هذا المجال، في مجال الأمني والعسكري، مستمر لمحاربة الإرهابيين. وتطرقنا في هذا الإطار أيضاً إلى وضع سجناء داعش وكيفية التعامل مع هؤلاء في الوقت الحالي والمستقبل. وأكد السيد الوزير في مجال دعم العراق على استمرارية دعم فرنسا وحكومة فرنسا في مجال إعادة بناء المدن المدمرة، ومساعدة أيضاً المنظمات الفرنسية للنازحين الموجودين في مخيمات النازحين. تطرقنا إلى الوضع الإقليمي وإلى التوترات الموجودة في الوضع الإقليمي وكيفية التعاون في هذا المجال، كما تطرقنا إلى الوضع الدولي وأيضاً كيفية مساعدة الاتحاد الأوروبي للعراق، وخاصة في المجال الاقتصادي والمجالات السياسية.